السلام عليكم، أنا شريف أبو فرحة، بنقدم لكم فكرة من خلال مؤسسة إدراك. فكرة دي إحنا قدمناها قبل كده وهنقدمها تاني، اللي هي مدرسة المدربين. مدرسة المدربين على مدار 14 أسبوع، 28 يوم تدريبي، كل أسبوع يومين، 56 محاضرة. عايزين نعمل إيه في المحاضرات ديت؟ نجهز مدرب بجد، محاضر بجد، من أول إزاي يجهز مادة علمية كويس، إزاي يصرف الانتباه عنه ويجذب الانتباه ليه، إزاي مهارات التواصل، مهارات العرض والتقديم، الحقيبة التدريبية يعني إيه وإيه مكوناتها، يعني إيه ألعاب تدريبية، هل ينفع ألف لعبة تدريبية ولا لازم أنقلها، يعني إيه تغذية مرتدة وإزاي أخدها من الناس، إزاي دير حوار، إزاي أسأل، إزاي أعمل برزنتيشن صح. ما لقيش مدرب ما يعرفش حاجة غير باوربوينت، ومش حتى بيعمله بشكل كويس. الموضوع كبير قوي، يعني إيه بقى لك صفحة على الفيسبوك، يعني إيه بقى لك فيديوهات على اليوتيوب، يعني إزاي تعمل مونتاج لفيديو على اليوتيوب عشان تعرف تسوق نفسك. قبل ما أقول السعر يا جماعة، لازم بأكد على نقطة مهمة جدا، مرة اللي فاتت كنا برضو لازم نأكد عليها، ألا وهي مفيش إنا. انسوا كلمة إنا في أي حاجة إحنا بنقولها. الحمد لله المنحة بالكامل 500 جنيه، بتحصل على شهادة من مؤسسة إدراك انك مدرب معتمد، بتحصل على كارنيه من مؤسسة إدراك انك مدرب معتمد، لان احنا دربناك على مدار 56 محاضرة. للمرة التانية هم 500 جنيه من اول يوم هتحضر فيه لاخر يوم هتحضر فيه، مفيش اي حاجة تانية هتدفعها. احنا بنستفيد ايه؟ احنا بنستفيد حاجات كتير جدا. اولا استفدنا 500 جنيه، ان شاء الله ده رقم لطيف. تاني حاجة استفدنا دخولك عندنا يساوي، ولما تدخلوا مجال التدريب هتعرفوا ان دخول فرد جديد فعلا يساوي. منتظركم في منحة مدرسة المدربين، شوفكم على خير. شريف أبو فرحة.